هنعمل حاجة كمان من الوصفات الحلوة قوي الفلسطينية، ويمكن أنا الوصفات الفلسطينية عزيزة على قلبي جدا، أعز أصدقاء ليا من فلسطين من رام الله، وببعت لهم تحية هناك كلهم بلا استثناء، جيراني وأصدقاء طفولتي وإحنا عشرة عمر زي ما بيقولوا. الحلبة الفلسطينية، الحلبة الفلسطينية دي بتتعمل بالحلبة الحصى، وهي من الأكلات أو من الأصناف الراقية جدا، مشهورة جدا في فلسطين ومغذية جدا ومفيدة جدا، وهنحكي مع بعض عنها. أنا هبدأ بيها، وخليني بس أبص على النسخة اللي أنا حطاها لأنه هتبدأ تاخد لون لسه شوية، هوريها لحضراتكم بس مش عايزة أحرقها دلوقتي. ننزل مقدرها ونقول مع بعض هنعمل إيه. عندي 4 كوبايات من سميد البسبوسة، ممكن يكون الناعم قوي أو المتوسط، مش لازم الخشن، يعني تقريبا 600 جرام. 4 كوبايات من مج الشاي الشفاف اللي احنا بنتعامل بيه، 1 كوباية من الدقيق، 1 كوباية من الزيت. يعني الزيت هنا مهم جدا، فهقول لكم مهم ليه. 1/2 كوباية من حبوب الحلبة، احنا الحلبة الحصى بنجيبها 1/2 كوباية جافة. وبعدين عندي 3 كوبايات من المية لغلي الحلبة، هاخد 3 كوبايات المية دول احطهم على 1/2 كوباية الحلبة عشان اغليها فيهم. المية بتاعت الحلبة فين؟ وعندي 1 معلقة كبيرة خميرة، و1 معلقة كبيرة سكر، و1/2 معلقة صغيرة ملح، وبيكنج باودر حوالي 2 معالق صغيرين، 3 معالق كبار من اللبن الباودر، وعندي سمسم وحبة البركة دي اختياري. للشربات، الشربات بيتقدم معاها، بيتحط عليها شربات لما تطلع سخنة كده بتبقى جميلة جدا. الشربات مقاديره كالآتي: 2 سكر، 1.5 كوباية مية، 1/2 ليمونة. هذا هو الشربات الخاص بالحلبة الفلسطينية. الحقيقة هي من الحاجات الجميلة جدا، والحلبة مفيدة جدا، فوائدها كتير جدا. احنا يمكن في مصر بنقتصر على ان احنا نشربها يا اما باللبن يا اما سادة، منتشرة جدا فترة الشتاء حتى في الكافيهات وفي القهاوي بتبقى كده مع السحلب ومع المغات، فاحنا خلينا برضو ايه نعملها. اول خطوة فيها هاخد كده السميد ده هحطه هنا، وهاخد الزيت عايزة ادفيه شوية، فهنا الحلة دفيت خليني ادفيه شوية. انا عايزة حبات السميد ابسه بيها وتتفتح شوية، وانا لما هعمل الخطوة دي لازم اسيب السميد ده لتاني يوم موجود معاه في الزيت الدافي ده متغطي ومحطوط في جنب. دي الخطوة الأولى اللي أنا هعمل بيها. أنا أقول لحضراتكم الخطوات وحاجة تتعايشوا معاها لأنها من الحاجات الجميلة جدا. كان جيراننا فلسطينيين، وكانت نورة وطن صبيحة والناس دول بيعملوها دايما، وكانوا بيلاقونا طالعين على السلام احنا البنات تعالوا يلا احنا عاملين حلبة فلسطيني، فناخد كل واحد قطعة وناكل فيها، كانت تبقى جميلة جدا. بدفي الزيت، انا هنا الحله كانت دافيه فانا عايزه بس الزيت يدفى، وبعدين هبدا اخد بوله واحط فيها السميد ده هنا. بسم الله. كميه 4 كوبايات من السميد اللي اتفقنا هو متوسط او خشن، مش خشن، متوسط او ناعم. هنا كده احط ايدي في الزيت، لسه سنه هسه بسيطه يدفى، بس سنه، انا مش عايزاه يسخن قوي، انا عايزاه يدفى يعني ابقى متحمله درجه حرارته عادي جدا. خلاص تمام، هاخد كده بسم الله وهنزل على السميد كميه الزيت. اوكي، وهبدا اهو كده علشان اخليه كده، ما عشان لقيت ايديا بعيده قوي كده. بصوا هبدا بقى ادخل الزيت ده في كميه السميد الحلوه دي، ادخله كله مع بعضه، والمفترض ان انا اسيبها لحد ما يوم كامل، تبات ليله يعني متغطيه، والسميد ده ياخد وقته مع الزيت ده وينفش. ده سميد ناعم ممكن ينفع معاه متوسط. طيب وبعدين هاجي بقى بعد ما السميد ده خلاص اخد وقته وتمام، هاخد 1/2 كوباية الحلبة الجافة الحصى، هحطها هنا في الحلة، وهحط عليها كمية المية اللي هي 3 كوبايات من المية تغلي، هتطلع الحبوب بتاعتها بعد ما حضراتكم عارفين بتنفش وبتبقى
خلاص استوت الحبوب نفشت، هو المفترض ان انا انقعها، يعني مفترض ان انا انقع نص كوبايه دي في ميه من بالليل للصبح برضو، فالحبوب دي بتتفتح شويه وتطرى، ما تبقاش جافه وصغننه رفيعه، وبعدين اخدها اغليها على النار، وما ارميش الميه بتاعه الحلبه، ويفضل لو لونها اغمق من ده شويه ما فيش مشكله. هي هتعمل حوالي كوبايتين من ميه الحلبه، هيصفصفوا بعد ما تغلي منهم كوبايه. هاخد بقى على السميد اللبن الباودر، خليه بقى نقفل البوله الاكبر ونشيل الكروت، هحط هنا السميد ده خلاص حطيناه عليه الزيت دافي وبسناه بيه، وبعدين حطيته على حطيت عليه لبن الباودر، كل المكونات كده، وادي الدقيق كوبايه الدقيق، كل المكونات اللي اتفقنا عليها، وبعدين هاخد نقلب كده حبوب الحلبه، وهبدا اعجنها بالميه اللي غليت فيها الحلبه. بسم الله، هنا هقلب كده وعجنها. ومعانا تليفون. صباح الفل مدام سهام. مدام سهام حبيبتي صباح الفل يا حبيبه قلبي، عامله ايه الجمال ده والحاجات الحلوه اللي عماله تعمليها دي؟ يا رب يخليك يا حبيبه قلبي، تسلمي تسلم ايديكي، تسلم ايديكي، تسلمي يا رب، تسلمي وتعيشي يا حبيبه، تسلم ايديك وربنا يديك الصحه والعافيه عظيمه ويخليك لعيالك يا حبيبتي. امين يا رب يخلي حضرتك، والله تسلمي. تعيشي يا حبيبه قلبي. قولي لي قولي لي المقادير بتاع السكر قد ايه بتاع الحلبه دوت؟ حاضر من عيني انزلها لك حالا، اقولها لحضرتك دلوقتي حالا تاني المقادير. ماشي، ابعت سلامات بقى. اه طبعا اتفضلي. ابعت سلامي لمدام احلام. ايوه. وابعت سلامي للاستاذ مرزوق وام مي ورورو، واقول لرورو الف سلامه يا رورو لانها وقعت من على السلم. يا روحي بعد الشر عليك يا رب حبيبتي، بعد الشر. مايكل تسلمي. وببعت سلامي للحاج علي. ايوه. ومدام وحرم ومدام فاطمه وبنته منى وبودي ويوسف. تسلمي يا رب، ويا رب كل اصدقائك دايما يبقوا شايفينك وانت كده بتسلمي عليهم. يا حبيبي. وببعت سلامي للاستاذ احمد. يا حبيبتي اهو بيسلم على حضرتك. وكل اللي على وشاري وروان. اهم بيسلموا على حضرتك، بيقولوا تنزلوا المقادير اهو. ماشي، شاكرين قوي، ربنا يديهم الصحة والعافية لأن هم بيتعبوا قوي. آمين يا رب. تسلمي يا مدام سهام، ربنا يديم مع حضرتك المحبة مع كل حبايبك والمعروف. حبيبي تقلبي. تسلمي لي، تسلمي لي حبيبتي. بصوا بقى القوام، أنا بس عايزة أقلع ده عشان في واحد اتقطع. كده أنا مش هاخد كمية ممكن الحلبة كلها. آخر أمل ليا هو ده كده، تمام. بصوا بقى العجينة عاملة ازاي. طبعا ليه انا خليت الزيت يتشرب كويس مع السميد، تتفتح كويس، ينفش كويس، ياخد وقته عشان ما تغرش بنسبة المية. ممكن انواع سميد تانية تاخد كمية الكوبايتين كاملين بتاعت مية غلي الحلبة، وممكن ما تاخدهاش، تاخد كوباية ونص زي ما انا اخدت مثلا دلوقتي، على حسب بصوا حضراتكم الليونة بتاعتها. انا شايفة انها كده ممتازة، انها كده ممتازة. فأنا هعمل إيه بقى؟ أنا هجيب الصينية هدهنها ضروري. بسم الله. آه خليني بس أضيف شوية حبة البركة وحبة سمسم، معلش، علشان تبقى في العجينة معايا. أنا حابة إن أنا أضيفهم الحقيقة لأن هما بيدوا نكهة كده مميزة، خلا خفيف. طيب هبدأ بقى أدهن الصينية بالزيت ونبدأ ننزل فيها العجينة الحلوة اللي احنا عملناها من الحلبة الطريقة الفلسطينية الجميلة. معايا حبيبتي أم إسلام، سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حبيبة قلبي؟ ازيك، صباح الفل. صباح الهنا عليك يا حبيبتي. عاملة ايه يا حبيبتي؟ اهو يعني دور البرد لسه والله عظيمة. واه ما هو بيطول شوية الدور ده، بقى صعب على الكبار والصغيرين. مش قادرة اقول لك على كمية الأدوية اللي باخدها يا روحي. معلش معلش يا حبيبتي.
ربنا يديم عليكم الصحه والعافيه جميعا. ربنا كويس الحمد لله. الحمد لله يا حبيبه قلبي، تستاهلي الحمد. ربنا عليكي يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبه قلبي، تستاهلي الحمد. ايه الحاجات الجميله دي؟ والله يا وصفه جميله، ويا رب تجربوها وتعجبكم تنول اعجابكم. بس تسلم ايدك يا حبيبتي على الحاجات اللي احنا ما كناش نعرفها وبتعرفيها لنا حبيبتي. تسلمي، انت اللي فوق الممتازه والله يا روحي. تسلمي يا رب، ربنا ما يحرمني منكم. ربنا ما يحرمنا منك انت حبيبه قلبي. تسلمي لي، دايما منوره مكانك كده على طول حبيبتي. يا رب باتصالاتكم وبوجودكم جنبي دايما ودعمكم ليا. ربنا يخليكي حبيبتي. انا سالت لك على اسم تاليا، معناه ايوه معناه نور الجنه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يجعلها من الذريه الصالحه يا رب العالمين. عقبال يا رب كل المشتاق، ربنا يديله. امين امين يا حبيبتي. يا رب ان شاء الله. امين. وصباحك من 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 نفس الجمال اللي انت قلتيه لنا، ومن جمال وروح الجنه يا رب. يا رب يخليك يا حبيبتي، حبيبتي. تسلم ايدك على كل حاجه، وتسلمي حبيبه قلبي. تسلمي يا قلبي، تسلم كل كرور برنامج الاستاذ احمد، ربنا يبارك له يا رب ويديله من عند ربنا كمان وكمان. امين. وشيرين حبيبتي وروان الجميله حبيبتي. احمد عادل، كلكم وكل اللي ورا الكاميرات يا انا مش عارفه اساميهم، بس ربنا يبارك لهم يا رب، لان هم فعلا بيتعبوا معانا جدا حبيبتي. ربنا يخليهم. تسلمي يا رب. وبشكر مدام سهام على سلامها، و برضو محمدة ربنا يبارك لها برضو سألت، ومجوزيف طبعا معي على طول، مدام سميرة، مدام صرايا بجد يعني كلمتني، بس أنا فعلا ما كانش متاح ساعتها أن أنا أكلمها لأن كنت تعبانة جدا. تحية ليكي وليهم ولكل حبايبك يا أم إسلام. ربنا يخليكي حبيبتي ودايما منورة. ربنا يديم بينكم المحبة والمعروف دايما يا رب. ربنا يخليكي لينا حبيبة قلبي، ويخليكوا ليا. ميرسي يا حبيبتي، ما حرمش منك ولا من صباحك الجميل ولا سماع صوتكم، يا رب ما يحرمني منكم أبدا. انا هعملها مثلثات كده وبعدين باجي اخد، ممكن تبقى التقطيعه بقى اللي تعجب حضراتكم، تبقى سامبوكسات بشكل لطيف، ممكن نعملها صغيره تعملوها كبيره اللي يعجبكم، يعني اللي انتوا عايزينه شكلوها بالشكل اللي يريح حضراتكم، تبقى صغنونه او كبيره اللي يريحكم. ام ايش معنى؟ طيب كده ونبدا بقى. احنا معانا مايكل. صباح الفل يا مايكل. صباح الفل يا عظيمه، اهلا بيك. مش ناسيه الكريب والله يا مايكل. انا مش ناسيه، مش انت اللي طلبت الكريب؟ طبعا. ان شاء الله يوم الاحد باذن الله. يا رب يخليك. وكنت عايز اسال يا استاذ عظيمه على فطير الملاك. فطيره الملاك، حاضر من عينيا، نعملها نعملها الاسبوع اللي جاي، حاضر عشان خاطرك والله. ما تحرمش منك. تسلم وميرسي لاتصالك مره ثانيه، شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ. شكرا يا مايكل، شرفتنا ونورتنا. بس كده، ده احنا عنينا كل اخواتنا وحبايبنا المسيحيين الجمال دول. بص بصه بس على الصينيه، انا دخلتها الفرن، فرن متوسط، خلوا بالكم فيها خميره، فيها بيكنج باودر. انا دلوقتي ممكن اجمل بقى بسوداني او بلوز. بص انا فتحت عليها، ممكن احط كده سوداني لو ما عنديش لوز، يعني الجيش قال لك اتصرف، او لوز. واحنا اهو بصوا هبدا احط في كل واحده كده تخلي شكلها جميل، ونبدا نشتغل فيها. هحط الشربات بس مع حضراتكم دلوقتي في نفس الحله، انا حطيت الزيت مش مشكله، مش هيجرى حاجه. احط كده السكر، وعليه قلنا كوبايتين سكر، كوبايه ونص من الميه، وعصره نص ليمونه اهو. وانا دلوقتي حطاه على النار، هديله بس تقليبه خفيفه بسيطه جدا، وبعدين اسيبه اول ما يغلي ويبدا يغلي هعد 10 دقائق، هدي النار وعد 10 دقائق على الساعه، وبعدين اطفي عليه كده. الشربات تمام، هسيبه لما ياخد درجه الحراره العاديه بتاعه المطبخ خالص، مش هدخله ثلاجه ولا حاجه. وبعدين اما تطلع هي لونها الذهبي شيك الجميل الحلو ده، هروح ساقيه بيها الشربات. سيبوها لما تهدى خالص وتبرد، وبعدين تتشال تاكلوها بالهنا والشفا. اسمحوا لي بقى هنطلع فاصل صغير ونرجع، بعد الفاصل نرجع تاني نعمل البليله الحلوه ونقول وصفتها، وان شاء الله يا رب تبقى الوصفات خفيفه وتعجب حضراتكم. مستنياكم بعد الفاصل. و
ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. قفلت كل الحاجات اللطيفه دي بالسوداني، السوداني مش محمص عشان هو هيتحمص في الفرن فياخد شكل حلو، او اللوز لو عندنا متوفر اللوز يكون مقشر، او لو حتى مش مقشر اتفقنا هنحطه في ميه سخنه من الكتل، هيبقى خلال 10 دقايق هيتنفخ الورقه ونقدر نفضيه بسهوله ونحمصه في الفرن. احلى حاجه للمكسرات تحميص في الفرن، خرج زيوتها ونستفيد منها وتدي النكهه والطعم الحلو. هدخل دي بقى الفرن مع الثانيه لحد ما الثانيه تطلع معانا. فرن 180 على الشبكه في النص، بصوا تعلى وبتبقى جميله ازاي. حط دي تحت هنا، وممكن نلف الصينيه بس لفه صغنونه، بسم الله. ودلوقتي ننزل كده اهو، ريحتها بقى بدات ايه، الله الله. طبعا التاتش بتاع السمسم وحبه البركه ده اختياري، بس بتدي نكهه حلوه، القليل منه بيدي تيست كده حلو. حطينا الشربات على النار، كوبايتين سكر لكوبايه ونص ميه، وعصره نص ليمونه، قلبتهم تقليبه وسبتهم على النار. اول ما يبدا في الغليان ويغلي هروح على طول ايه طافيه النار. ده بعضهم مش كلهم والله، بس بيحصل أيوة بيحصل حتى مع رفيعين جدا، ده حقيقي بيحصل، ده حقيقي بيحصل. ليه بقى؟ هو بيوصل لمرحله لا مبالاه، ده مش موضوع نفسي جدا على فكره. مخرجنا بيقول لك بيوصل لمرحله الكمثرى. لا التفاحه، التفاحه بيوصل لمرحله لا مبالاه. انا عايزه وردي يوصل معايا باي صوره. اتمنى الحلبة الفلسطيني يا رب تجربوها وتعجب حضراتكم، هتلاقوها حاجه جميله جدا مغذيه جدا، مش بعيدة عن بعض الوصفات اللي احنا بنعملها اكسبت بس حتة او ما عدا فكرة الحلبة. ان شاء الله تعجبكم وهي مفيدة جدا.